خافي شوي. هذا ما جاي ولا مرة، أول مرة حطوا لي مكسبة، يعني في سر بالموضوع. هذا انت حكي كثير عليه بس حطوا له جنبه. جدا جدا جدا. هذا السؤال المينيموم. حاسبينه أغلى من أسألك. 40 علامة كتب جنبه أو 60 علامة. ليكن سي صور تمرين هام جدا. ليكن سي الخط البياني للتابع فيكس على اللوحة عن سمنار اف اكس تساوي شو تسمونها الماين ولا مين؟ كيف تقرا؟ بالانجليزية ماين ولا مين؟ اكيد مين لانه اختصار لمينيموم. شو يعني مينيموم؟ يعني الاصغر اصغر يعني مينيموم اصغر. ماكسيموم شو عكس للمين؟ ماكس. اخذينا وين؟ احنا بالانجليزية لمدا مين لمدا ماكس الى اخره. اثنين ناقصيس. والمجال شباب شو هو؟ من صفر لاثنين. علوح يا حبيبي بدي منك ارسم. خليك بدنا نرسم هاي الرسمة بالمجال صفر اثنين. ارسم لا تخاف قوي قلبك. ارسم هاي لحال هاي لحال بعدين بنشوف شو بيصير. ناخذ اول تابع لا تخاف خليك شجاع. اف اكس يساوي اكس مربع. كيف نرسم هذا؟ هذا تابع تربيعي راسمينه من زمن جدي وستي من الصف التاسع. هون نقطة صفر صفر ما في دائرات لا تغيرات ولا شيء. واحد واحد اثنين اربعة صح ولا ما صح؟ ناقص واحد واحد ناقص اثنين اربعة الى اخره. هلا نحن ما رح ناخذ الجهة اليسارية السالبة، نحن بدنا ناخذ فقط العدد بين الصفر واثنين، يعني خلينا ناخذ الصفر والواحد واثنين، ليكن بنحط صفر صفر، واحد واحد، اثنين اربعة، طبعا حطهم على الرسمة. صفر صفر. واحد واحد، اثنين اربعة. هي هي رسمة هذا التابع. هذا قطع شو نوعه؟ مكافئ. لو الرسمة مكملين كنا هيك عم نرسم إذا بتتذكروا الصف التاسع. إذا رسمناه بشكل قطع مكافئ المنحني اليميني من القطع المكافئ. صعب؟ منحني بيبي بس أنت ما بعرف شايف شو سوى بجوز. نجي على اليسار هو المنحني هو ليس منكسر. بس انا السبب اللي عم يطلع معي منكسر اني انا النقاط ماني حاطها على مسطره. رح ظبط لك هي واحد اثنين هي واحد اثنين خلي المسافات متساويه. هي النقطه الاولى وهي النقطه اها ايش ما عم تحكي؟ ثلاثه اربعه. انا راح بالي وين؟ احزروا وين؟ على المنصف الاول. كنا بنرسم للمنصف الاول صفر صفر واحد واحد اثنين اثنين. خلي هاي اثنين هاي حط هون اثنين اربعة عشان نتذكر انه انتهت الرسمة. لو في خط ثاني كنا رسمناه هيك. لو في بالمجال السالب مش الحال صفر صفر واحد واحد اثنين اربعة. ليك اعطينا الثانية هي. هذا كيف يرسموه؟ y تساوي او fx يساوي 2 ناقص x. fx يساوي 2 ناقص x. خذ نقطتين f الصفر صفر 2 ناقص صفر 2 f الواحد 2 ناقص واحد واحد f 2 صفر. شو النقاط؟ صفر اثنين واحد واحد اثنين صفر صح؟ ما بس تقول النقاط تمام. بدنا نحطها على الرسمة. اكتشفنا في نقطة تقاطع بيناتها مين هي؟ واحد 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 برافو. واحد واحد طلعت موجودة باثنيناتهم. ليك شوف
هيدي عم تمر الواحد واحد وهيدي عم تمر بالواحد واحد. معناها اعطينا النقطة 02 02 ليكا، اعطينا نقطة 20 ليكا، اقبلوا النقاط 11 02 20. هاي هي الرسمة. هذا طبعا مستقيم، لأن درجة شو؟ درجة أولى. هاي 0 1 2 هذه هي الرسمة. بشكل عام لسا ما جبنا سيرة المينيموم. احنا رسمنا هذا لحاله ضمن المجال وهذا ضمن المجال. شو يعني مينيموم؟ انتبه. المينيموم تاني اكتبوا فوقنا لون ويلا. تاني ضمن المجال المعطى اترك الخط السفلي واحذف الخط العلوي. اوضح من هيك ما في. ضمن المجال المعطى اترك الخط السفلي واحذف الخط العلوي بين الخطين. بين الخطين لو قلت لك ماكسيموم نفسه ضمن المجال اترك الخط العلوي واحذف الخط السفلي. تعال نشوف بين العلوي والسفلي الكل معي. يلا ركز. بين الصفر والواحد هون شباب بهالمنطقة، يعني احصر لي مخك بهالمنطقة. ها احفرجك اياها بشكل اوضح لانه من الاصغر ما بعرف وين رايحين فيه. بهذه المنطقة معي قلم اللوحة الاخضر. وين؟ شوف بهالمنطقة. هذا هي المنطقة اللي عم نحكي عليها. من واحد نقطة تقاطع معناها بدنا نناقش قبل الواحد لحد وبعد الواحد لحد. ركز معي. من نقطة التقاطع الواحد هي الحد الفاصل. طب لاحظ الثانية. نلاحظ أن نقطة التقاطع فاصلتها واحد. نلاحظ أن نقطة التقاطع فاصلتها واحد. لذلك نجزئ المجال 0-2 إلى مجالين. لذلك نجزئ المجال 0-2 إلى مجالين. 0-1 و1-2. احطهم والله اثنين اعطهم بس. 0-1 و1-2. شو قصدك؟ قصدك بمخك ما بيأثر ولا تنفطر. واحد اثنين. شو عم تعمل؟ هالمنطقة بدك تحكي لحالها وهالمنطقة لحالها. شوف هالمنطقة بين الصفر والواحد مين الخط الأدنى؟ الأسود ولا الأحمر؟ كل معي هون بدي أغير الحال. بين الصفر والواحد مين الخط التحتاني؟ الأسود ولا الأحمر؟ الأسود. اشتغلنا هيك. روح على المجال الثاني بين الواحد والاثنين مين الخط الأدنى؟ الأسود ولا الأحمر؟ الأحمر. طبعا الخط الاسود. هذا هو رسمة التابع ورجعنا حسبناها لهي مرة. هي بعقلك هي بتحط ايدك مثلا. اذا هذا هو السي الان. لاحظ السي، هذا السي. هذا هو الخط البياني للتابع. الخط البياني للتابع طلع له جزئين، واحد اسود واحد احمر. هذا الاسود لمي مين بيتذكر؟ هذا الاسود لاكس مربع. هذا والاحمر لمي لاثنين ناقص. نأتي الآن للتكامل. شوف التكامل. هون تكامل يا. تكامل FX يساوي. تعملوا تكاملين. من الصفر للواحد. من الصفر للواحد مين الخط اللي ضل؟ تبع مين؟ تبع إكس مربع. بتقول له إكس مربع DX. ومن الواحد لاثنين مين اللي ضل؟ اثنين ناقص. انت على الموضوع. هذيك بنكاملها يسلم ايديك، وهذيك بنكاملها ويعطيكم العافيه.
هذا هو تابع المليون. سهل كتير ونزكي شوي. رسمات تجي بسيطة. بتعرف تختار الخط الأدنى من بيناتهم. هلا بنكمل هاي لحال هاي لحال. وين الحل اللي بتفكر بينه؟ خرجونا يا نظرة. من الصفر للواحد مظبوط، من الواحد للاثنين برضو مظبوط. تكامل x مع 4 x مكعب على 3. تكامل 2 ناقص x 2 x ناقص x مع 4 2. برافو. الجواب الجواب 5 على 6 اعتقد صح. مين طالع مع 5 على 6؟ صح الجواب. تفضل يا محمد. ايه بنكمل. هلا الرسم على كيفك. المهم بتعرف مهم تترك لي الخط الادنى. فرجيني هاي الرسم نفسها. بدك تطلع نقطة التقاطع مسبقا. اي بصير. يعني بصير بس بدك تعرف مين الخط الادنى.